أهلا بكم ضمن جولة في الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم. نبدأ جولتنا من جريدة اليوم المغربية التي كتبت أن الضريبة على القيمة المضافة تشكل المكون الرئيسي الذي يؤثر على القطاع غير المهيكل، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الضريبة على القيمة المضافة تشكل المكون الضريبي الرئيسي الذي يؤثر على القطاع غير المهيكل وليس الضريبة على الشركات. وأوضحت المندوبية في دراسة لها أن رؤساء وحدات القطاع غير المهيكل يقومون بتوريد إمداداتهم من وحدات إنتاجية لا تعلن عن نفسها أو تعمل بدورها في القطاع غير المهيكل دون استعمال فاتورة، مما يخولها من تجنب أداء الضريبة على القيمة المضافة. أما جريدة المساء فعنونت سنتان حبسا لمتهم بتخريب حافلة بالبيضاء، حيث أدانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء متهما بتعييب ناقلة ذات منفعة عامة من خلال رشق إحدى الحافلات من الأسطول الجديد بمدينة الدار البيضاء بالحجارة بسنتين حبسا نافدا. ونختم جولتنا اليوم في الصحف المغربية بجريدة الصحراء المغربية التي كتبت أن المغرب تفوق على فرنسا وإيطاليا وعلى جميع البلدان الأوروبية في تلقيح سكانه ضد وباء كوفيد-19، مبرزة أن هذا التفوق جعل المملكة ترتقي إلى مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي من حيث عدد التطعيمات.